منظمة ابتسامة حقيقة زرعت ابتسامة وزرعت أمل في داخل هذه المدينة، بعد أن نستشعر أن الدولة ومؤسسات الدولة أصبحت اليوم بسبب الضائقة المالية يعني قل جهدها وعملها، أصاب ذلك بسبب قلة العمل والجهد أصاب الناس بعض الإحباط واليأس. اليوم بدأ يتبدد هذا اليأس بظل هذه الطاقات الشبابية. قدم الاستشارات القانونية إلى الأخوة المتعففين بدعوة من منظمة الابتسامة الخيرية، وإن شاء الله كل ما هو مفيد للعوائل المتعففة والفقيرة نقدمه إلى أهلنا الكرام. من المبدا لنرسم البسمه معا انطلقت الحمله الثانيه لمنظمه ابتسامه الانسانيه في منطقه بغداد الوشاج بناء على كشوفات معده من قبل المنظمه لما شاهدناه في هذه المنطقه من تلكؤ في الخدمات والطبابه والصحه وكثير من الجوانب الخدميه. من هذا المبدا انطلقت منظمتنا بالفرق التي تتسم بها الفريق الطبي اللي لحد الان اكثر من 50 حاله طبيه لفحوصات طبية وتقديم العلاجات مجانا لهم، إضافة إلى الفريق التكافل الاجتماعي الذي تقريبا حاليا أكثر من 30 إلى 40 حالة مساعدة غذائية للعوائل الفقيرة والمتعففة، إضافة إلى عندنا فريق ترفيهي الذي يعمل على إقامة مباراة لكرة القدم. كذلك من أهم منجزات منظمة ابتسامة الإنسانية هو العمل على بناء وترميم بعض الدور السكنية لبعض المناطق المتعففة وبعض الدور السكنية للفقراء الموجودين في هذه المنطقة. كذلك تم استحداث لهذا اليوم في هذه الحملة الثانية على عكس الحملة الأولى استشارات قانونية الذي عندنا مجموعة من المحامين الذي يعملون على تقديم الاستشارات القانونية وتقديم الاستشارة هذه إلى بعض المحاكم المختصة على حسابهم مجانا. منطقتنا من الحقيقة بالواقع الاجتماعي منطقة تعبانة، فمحتاجة إلى هيك جهود جبارة، مقسمة بين يتيم، مقسمة بين أرمل ونازح، فقير محتاج. لبت النداء حينما نادينا على هذا الأمر اللي بلغتنا به منظمة ابتسامة. لما لبت الجماهير المنظمة رغم أنه يعني قلة المواد اللي جابتها لكنه غطت مساحة شاسعة.
نشكر منظمة الابتسامة لدعمها لكافة المواطنين المتضررين، ونشكرهم لدعمهم المؤسسة الرياضية في منطقة الوشاش وخاصة ملعبنا مدرسة الشهيد وهام محمد الكروية. نشكر دعمهم الخاص لكل الرياضيين والمنطقة ومساعدة الفقراء. أراق الغيمة كل ما سامرت خير ما دام الفلح نيته جيعان، شبابك شبابك على المقابل يشقدون يوم الخميس يدعسون. السناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك